أنا هنا شوي رطوبة يا أخي. المهم أنا هنا في حديقة الأندلس في جامعة سلطان قابوس، هناك كلية الاقتصاد، هناك كلية الآداب. ما موضوعنا هذا، موضوعنا إنه بتحصل شباب في الجامعة يقولوا الله يرحم أيام ثانوية، بتحصل شباب في الثلاثينات الحين يقولوا الله يرحم أيام الجامعة. ما في مرحلة أحسن من مرحلة، كل مرحلة لها إيجابياتها وسلبياتها. ففي الدقائق الجاية من هذا الفيديو بقول لك عن أشياء تحطها في بالك عشان تكون تجربتك في الجامعة تجربة زينة. إنزين، بتقولي ليش لابس هذا، ليش حط سماعة؟ عشان أقول لك إني طالب طب هنا في الجامعة. اسمي أحمد هنائي وهذه قناتي. ادخل القناة شوف إذا كنت جديد، اشترك وكذا، خليك جزء من هذا الشيء. المهم، الشيء الأول اللي تحطه في بالك النوم. النوم وايد مهم، نام صح. تدخل الجامعة كل شيء بيتغير، أنت بتكون المسؤول متى تنام متى تقوم وكذا. المحاضرات يمكن تكون شوية متأخرة، فعادي تسهر ساعة ساعتين ثلاث. صدقني إن هذا الشيء يأثر على دراستك وعلى تجربتك في الجامعة. لما ضاع جدول نومي، لما اخترب جدول نومي لما دخلت الجامعة، ما كان عبالي إن هذا الشيء رح يأثر على مستواي ورح يأثر على تجربتي في الجامعة. ما كنت أسوي مجهود عشان أعدل جدول نومي، وما كنت أعرف إنه هذا هو يمكن يكون السبب. النوم شيء أساسي، شيء ضروري، نام صح عشان تكون تجربتك في الجامعة تجربة زينة. الشيء الثاني اللي تحطه في بالك، احضر كل المحاضرات والفصول. بتقول هذا شيء بسيط، هذا شيء سهل عادي. صدقني إنه هذا الشيء ما بسيط وما سهل. طيارة طايفة، انتظر الطيارة تطوف. ما أدري إذا الصوت ينسمع عندكم ولا. المهم، صدقني لو تحضر كل المحاضرات والفصول وتحضر للمحاضرة وتركز المحاضرة وتكتب ملاحظات وتراجع بعد الملاحظة، صدقني ان هذا الشيء راح يخليك تنجح وراح يعطيك وقت عشان تسوي اشياء ثانيه. بتقول هذا الشيء سهل، شيء بديهي عادي يعني. صدقني ان هذا الشيء ما سهل. بتحصل احنا كطلاب طب مثلا في نهايه الفصل بتحصل ان نسبه 30% بس يحضروا المحاضرات، انهم عشان يحضروا للاختبارات الجايه وكذا. الحضور وايد مهم، الحضور ياثر على تجربتك ودراستك في الجامعه. انا ما كنت اعرف هذا الشيء، ما كنت اعرف اذا مثلا بطوف محاضره واحده ثنتين في الأسبوع إن هذا الشيء بيأثر علي. ما كنت أعرف هذا الشيء. الشيء الثالث اللي تحطه في بالك، الانطباع الأول وايد مهم. أي دكتور بتشوفه في الكلية في الممرات وكذا راح يكون مسؤول عنك في يوم من الأيام، راح يدرسك أو راح يكون مسؤول عنك في يوم من الأيام، راح يكون مسؤول إنه هو يمشيك يتعاون معك أو ما يتعاون معك، وهذا الشيء بيأثر عليك. حتى زملائك اللي معك حاول تعطي انطباع زين معهم، حاول تعاملهم بشكل زين، لأنك بتحتاج للكل. بتقول أنا بنجح باجتهادي وبجيب درجات زينة باجتهادي، لا طبعا، في يوم من الأيام بتحتاج لدكتور لزميل بتحتاج، فهذه الأشياء تأثر. فأتمنى أنك تعطي انطباع أول زين. الدنيا بدأت تظلم هنا، الشمس نزلت. المهم، رابع شيء تحطه في بالك، كل شيء تدرسه في الكلية مهم، كل شيء. احنا مثلا كطلاب طب الحين ننسأل لما دخلنا الجامعة، ننسأل عن أشياء درسناها سنة أولى وسنة ثانية. يمكن تمر فترة من الفترات تقول أنا ليش أدرس هذا الشيء. كل شيء مهم، حاول تعرف ليش هذا الشيء مهم، حاول تحصل سبب يخليك تدرس هذا الشيء. انزين، خامس شيء تحطه في بالك، الفرصة الجامعة فرصة عشان تكبر، ما بس بالعمر، كشخص عشان تكبر كشخص. فأتمنى إنه وش أتمنى إنه يمكن لما تجي تطور نفسك كشخص في الجامعة تحرج نفسك، شيء طبيعي. يمكن تخاف إنه غيرك يحكم عليك. لا تخاف غيرك يحكم عليك، لأنه اللي يحكم عليك هو نفس الشيء يخاف الناس تحكم عليه. فأتمنى تأخذ الجامعة كفرصة عشان تكبر كشخص، ما بس تكبر بالعمر، لأن الشهادة في النهاية جانب واحد، في وايد جوانب ممكن تتطور فيها بالجامعة. تمام، هذه خمس نقاط. شوي نرجع ورا، هذه خمس نقاط تحطها في بالك من وجهة نظري. الله أكبر وعظم، الدنيا ظلمت، أذن. بس بنهي هنا، بقول إنه يعني بتقول إن عمري 19-18 بعدني سنة أولى، عادي أمور طيبة. صدقني السنين تمضي كذا، بعدين بتقول يا ليت يا ليت. إذا بديت صح بعدين أمورك بتكون طيبة، فحاول تبدأ صح. اللي يشوف الفيديو هو كبير شوي، حاول كذا تحط تعليق تختصر فيه تجربتك، تمام، عشان غيرك يشوف ويستفيد. هنا خليكم، يلا سلام.